أنا مخصماك يا بقلوز، صباح الخير يا ماما نجوى. دي جمل ارتبط بيها جيل كامل سواء كبار أو صغيرين. برنامج استمر أكتر من 25 سنة وبنفس النجاح. تعالوا أقول لكم من هي نجوى إبراهيم وليه أم كلثوم وصفتها بالبنت العيلة. خليكم معانا لآخر الفيديو. نجوى إبراهيم اتولدت في القاهرة في 28 إبريل سنة 1946. درست في مدرسة مصر الجديدة الثانوية بنات، ولما بدأ بس التلفزيون المصري انبهرت بيه ودخلت الاختبارات وعمرها 15 سنة. ولما نجحت في الاختبارات رشحتها الإذاعية سميحة عبد الرحمن لتقديم برنامج أطفال، وقدمت برنامج عصافير الجنة. وأول لقاء جمعها بأم كلثوم بصت لها وقالت البنت العيلة دي هي اللي هتعمل حوار معايا، دي ما تعرفش تقول كلمتين على بعض. والكلام ضايق نجوى إبراهيم، ولما شافت فستان أم كلثوم همست في ودنها فستانك مش هيناسب الحوار التلفزيوني، وطلبت منها كوكب الشرق تختار فستان مناسب ليها من دولابها الخاص. وكملت الحوار، وبعدها راحت بيت ام كلثوم في الزمالك عشان توريها صور الحوار، والصور عجبتها جدا وادتها 4 صفايح تونه كمكافاه، والواحده كان وزنها 7 كيلو. وبعدها شافها المخرج يوسف شاهين وكان معجب بادائها في برنامج الاطفال، وزارها في البيت وجاب لها عروس المولد وطلب منها تشترك معاه في فيلم الارض. بالرغم من ان عمرها كان يدوب 17 سنه ووافقت نجوى، بس اشترطت عليه شرط غريب ان اسمها يتحط في اول التتر، ووافق يوسف شاهين من غير ما يفكر. وبعد نجاح الفيلم الكبير سافرت برلين وحضرت مهرجان كان على السجاده الحمراء، وبعدها بسنه قدمت فيلم فجر الاسلام مع محمود مرسي وسميحه ايوب، والفيلم نقلها في مكان تاني خالص وكل النقاد والجمهور اشادوا بيها. حصلت نجوى ابراهيم على ليسانس الاداب قسم الاجتماع بجامعه القاهره، واتجهت عشان تكمل مشوارها في التلفزيون، خصوصا إن جماهيريتها كانت كبيرة جدا. وبدأت نجوى إبراهيم في تقديم برامج ناجحة زي 6 على 6، وبعدها عملت برنامج صورة اللي قدم مواضيع وأفكار ما تقدمتش في أي برنامج عربي، زي حلقة السجين اللي سجلتها مع أسرته بعد خروجه بعد عقوبة 19 سنة. ارتبطت نجوى إبراهيم بالفلسطيني مروان كنفاني، واللي كان حارس مرمى النادي الأهلي، وهو كمان شقيق الأديب الفلسطيني الشهير غسان كنفاني، واتجوزوا بعد خطوبة استمرت لشهور وأنجبت ولدين هما ناصر وحكم. ولما اعتزل كنفاني اشتغل مستشار للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكان عايش باستمرار في نيويورك. رفضت نجوى ابراهيم بسبب ارتباطاتها الفنيه بالقاهره، وحصلت بينهم خلافات كتير وانفصلوا. رجعت نجوى لمصر وقدمت برنامج فكر ثواني واكسب دقايق اللي استمرت في تقديمه 6 سنين بسبب نجاحه الكبير، وعمل لها جماهيريه كبيره جدا. وبعدها اتجوزت من المذيع احمد فوزي، وانفصلت عنه بعد سنتين بسبب اختلاف الطباع ما بينهم، وقدمت برنامج صباح الخير واستعانت بشخصية الأراجوز وسمته بقلوز، وقام بدوره الفنان سيد عزمي، والبرنامج كسر الدنيا وبقى أهم برنامج في مصر والوطن العربي. ومن وقتها اتعرفت باسم ماما نجوى، ومن كتر نجاحه عملوا برنامج تاني بنفس شخصية بقلوز اسمه مساء الخير، واللي استمر 25 سنة وحصلت على لقب المذيعة المثالية لمدة 11 سنة متتالية. وقالت نجوى إبراهيم إن أجرها كان 50 جنيه في الشهر، وسيد عزمي صاحب شخصية بقلوز كان بياخد 5 جنيه شهريا، واستمرت في الضغط على الإنتاج لحد ما وصلت أجره ال 50 جنيه. نجوى إبراهيم اتعرض عليها الجواز كتير، بس هي كانت مترددة من تكرار التجربة، لحد ما اضطرت توافق على الجواز من رجل الأعمال السعودي عاصم القزاز، وما أعلنتش للجمهور، واشترط عليها تلبس الحجاب، وفعلا خدت أجازة من التلفزيون ولبست الحجاب، بس أهله كانوا رافضين الجواز، وبعد ضغوط كتير انفصلوا بعد سنة وخلعت الحجاب ورجعت من جديد للتلفزيون، وتم الإعلان عن إن الجواز كان في السر. نجوى إبراهيم قدمت 12 فيلم في حياتها، وآخر أعمالها الفنية كان في مسلسل الزعيم عادل إمام أستاذ ورئيس قسم سنة 2015. بنتمنى دوام الصحة والعافية لماما نجوى. اكتبوا لنا في التعليقات ذكرياتكم معاها.